And we're down, we go, go. السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم. اليوم في هذا الموضوع هذا غنهضروا على علاش الماكينه كبيره ما صالحاش. بحال انا عندي هذا الكي بي ام فيه الماكينه 1300 فيه 180 خيل على 189 كيلو، يعني تقريبا 1 تو 1 باور تو ويت ريشيو. هذا الريشيو صعيب بزاف وسيختو في الموتور. كاينين بيان سور اللي عندهم باور تو ويت ريشيو زايد على 1 تو 1، يعني كتلقى عنده الهوس باور زايد على الثقل ديالو ولا العكس. دونك حنا اي موتور عنده الماكينه كبيره غنهضروا عليه غادي يكون فيها هذه المشكله. هذا باش الموتور ماكينه كبيره الوقت ديال الكامل الوقت ديال الكامل غدوزو التكسيراتور كيفاش كتلعب فيه. ها 10 20 30 40% ماكسيموم تقدر تحطها مره واحده. الا كسريتي اكثر من هكا راه غادي يقدر يزلق بك الرويضه ولا يلعب بك الموتور ولا يقلبك ولا يتاكتيفا التراكشن كنترول. دابا حنا هكا اذا كسريت بزاف غير تاكتيفا التراكشن كنترول حتى الرويضه زلقات. كنا مع عمري نقدر نكسير حتى نكسيرات تلقع مره واحده. الماكينه اللي فيه مجهده هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى عاوتاني راه غاتاكل لك الروايد. الموتور ماكينه كبيره كياكل لك الروايد، ما تصورش حكي ياكلهم حيت الجهد اللي في الماكينه كبير بزاف. هاي فوق كتقيس الكسيراتور راه كتزلق الرويده. ميم حتى ال 125 الفوق راه كامل غيهلك لك الرويده دغيا. ناحية اخرى عاوتاني الكونسوماسيون كتزيد عليك الكونسوماسيون بزاف. دابا انا هذا غادي به دابا عاطيني 7.5 الكونسوماسيون ديالو وسط المدينة، يعني غادي يهلكك وسط المدينة. اذا كنت عندك ماكينة كبيرة ما غادي يصلح لكش نهائيا، غادي يخرج عليك الكونسوماسيون. بقى واحد اخر عنده غادي سكوتر 125 كيكونسومي 2.5 3 وانت غادي 7.5، ولكن بيان سيغ راه انت الجهد اللي عندك ماشي هو الجهد اللي عنده. تقبوا في الطريق. وحاجة أخرى عاود ماكينة كبيرة كتسخن. دابا بحال هدا أنا غادي 97 دوغري ويعني غادي ب60، يعني ما راني ما كاين لا زحام لا والو. لو كان زحام غادي يوقف ليش الرادياتور الفرفارة، غادي يبقى الفونتيلاتور خدام على طول النهار. وكما قلت لكم عاوتاني كنرجعو الكسيراتور، يعني انت داك الهورس باور اللي فيه ما عمرك غتستغلها كاملة. إذا في المدينة لا في مشيتي لا في الطرقان لا في الفراجات يمكنلكش تستغلها كاملة. راه إلا مشيتي وكسيريتي عليه بالجهد غيلوحك الموتور سوا سيغ. دابا أنا ملي كندور به في الفراجات كندير المود رين وكنحضي يدي مع الكسيراتور. إلا كسيريت عليه بزاف كيوقفني تراكشن كنترول. المود ستريت كيخليني نلعب شوية بالرويضة اللور ولكن كتخلع. باش ملي كدور في فيراج وكسيري وتلزق بك الرويضة راه كيخلعك صافي، راه كتقول راك مشيتي ضعتي طحتي. ممكن انا احسن كنضرب الرين مود دغيا كيوقف لي الرويضه ما كيخليهاش تزلق. وكما شفتوا في الفيديو اللي لحت مؤخرا في ديلي اوبزرفيشن 51 الاخريه ديالي غتشوفوا انا كنت داير في فيراج، ماشي في فيراج، كنت داير في واحد الرون بوان وما قشتش الكسيراتور ميم با 10 ولا 20% وشوفوا كيلعب بيا هذا. داك اللقطة أنا اللي يعني أنا وقفت كسيراتور ما خدمنيش تراكشن كنترول، كنت داير الموت ستريت. أنا وقفت كسيراتور لو ما كنتش وقفتو كان يزلق بيا الموتور غنطيح، غندير شي لو سايد ولا هاي سايد. وديك اللقطة صورتها بالكاميرا ديالي، كان معايا الأورديناري بايكر لو كان صورها هو من اللور غتبان لكم، ولكن للأسف داك الفيديو ما تمسح ليه
ويبان لك كيفاش لعب بيا الموتور ديك اللحظه القدام ما غيبان لكش لعب بيا مزيان. التوب سبيد ديال مثلا واحد الصديق ديالي اسين واحد واحد صافا كلشي مزيان ها انا ديما ديما كندور مشات لي انا مركب مشات لي ياك تقريبا مشالين هذاك واخا قيد قيد عندك قيد عندك انت هذا خلاتينا ما عرفنا تاشرا لي كيف فين صافي برو لا صاحبي راه غير هذاك ماشي بصح صافي تمريض شد فيا شد فيا صافي لا كان علم الطوموبيلات عندي حل شي حد الباب تجرب لاكسيليغاسيون ديال هذا قلت لك واش تجرب لاكسيليغاسيون لا لا ما عنديش غير شبر شد فيا ما تخافش لا شد شد نخرج انا وياك تخرج بيني اللي يخرج معاك دابا زلق بيا دابا زلق بيا واحد اللقطان راه تهز بينا شتيه قلت لك راه تهز شتريت طبعا ما تخافش يا ربي انت مالك اخوي انطلي حالي راكب انت حكا تاخد ديال الدعاوي مما زعما ديال اش ديال الاكسيليراتور راه مصوره نديرها انا حيده صح كي جاتك كي جاتك تقليعه ياك ما نخرج معاك معايا غير الصواب يلا الله يحفظك سبقوا نتسابقوا نتسابقوا دونك قلنا الكونسوماسيون الحراره الروايد نزيد حتى العين حتى هي والعين كاينه العين حق قلنا الا خديتي موتور صغير غتهنى مع هاد المسائل كامله وغتقدر توصل للماكسيموم الاوتبوت ديالو ولا في الهورس باور ولا في الفيراجات كيما عجبك دابا بحال داك الام بي 03 اللي جربت ولا اي موتور واحد اخرين اللي جربت من بعد لا داك الفيسبا ولا داك السكوترات كاملين اللي جربت ولا داك البينيلي كاملين نقدر نوصل لهم التوب اند ديالهم ونكسر بهم كيما رسي قليله في الفيراجات لا في طريق الترحاله كيما كان على عكس هذا غتستمتع به وغتوصلوا الباور ديالو كامل
دونك بالنسبة لي انا موتور المدينة بحال ماكينة كبيرة بزاف، بحال 1300 بزاف، من غير الا بغيتي شي حاجة يونيك. المدينة بحال هكا مثلا 650 مزيانة، 4 سيلاند ولا 2 سيلاند ولا ان لاين ولا الفي توين مزيانة. كتفوت هاد النمبر هدا يا اما 600 يا اما 800 900 1000 1200 1300، كيولي جهد كثر من اللي تقدر تستغل. واخا تكون بروفيسيونيل وسط المدينه ما غاتقدرش تستغل هاد الجهد كامل، واما غتولي غير كتخاطر بالحياه ديالك. هاد الجهد كامل كيما قلت لكم تقدر تستغلو في السيركوي ولا تستغلو في الفيتاس دو بوان. الفيراجات ما غتستغلوش، غيلعب ديك الموتور كيما بغا. دابا بحال هذا الفيراجات انا كنسوقو كيما قلت لكم مود رين، ما نقدرش نسوقو مود ستريت ولا سبور، حيت التراكسيون كونترول اللي كاين في مود رين دغيا كيوقف الرويضه، اما في مود ستريت لا كيتعطل شويه. خساره لو كان عنده الشارع عمي، خساره لو كان عنده تراكسيون كونترول يمكن لينا كونفيغيريه. كان يمكن لي نكونفيكيري تراكشن كونترول بحال الموديل الجديد 2017 كانت تكون مخيرة، ولكن للأسف ما كاينش. كان يمكن لي نستعمل 180 هورس باور كاملة في الفيراجات والتراكشن كونترول عندي يعني خدام، غادي يعتقني ذاك اللحظة اللي كسيريز بالجهد وغندور الفيراج بالزرب أكثر ولا في الخرجة ديال الفيراج غنكسيري بالجهد أكثر. على هذا اللي عندي، هذا اللي عندي ما نقدرش نكسيري في الخرجة أكثر. صراحة حتى داك 100 هورس باور اللي فيه ديال المودرين راه كافية، حيتاش الكوب اللي فيه كيما قلت لكم شحال من مرة كيديليفريها، واخا في المودرين كيديليفري داك الكوب الكامل، ما كيديليفريش الهورس باور هي، أما الكوب كيديليفريه كامل. دونك فوالا إخوان، هذا هو الموضوع ديالنا اليوم. اللي فيديو اللي جاي ان شاء الله. بيس. البوكي مجهد، لا مخدمه.